أنا بعتقد أنه أنا أول شعور صار لما أول مرة عم أطلع لقلة اللومير، ولما لأول مرة عم يحكوني عن الأب نور، الأخ نور إلى آخره، كنت مخمن أنه هذا بس حكي. الواقع خلاني أني أقرأ أنه شغلي بما يسمى الإعلام هي توازي الميات والألوف والملايين من البشارات اللي بيكون عم يعطيها واحد. كان الواحد عنا يعطي بشارة وحدي، هلق المحطة الوحيدة تليل المياه وحدها عم تعطي الألوف وعم تعطي الملايين في كل المحلات. يعني هي تعبير، أفضل تعبير لحد هلق صار لكلمة الرب يسوع: اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيف بدل يروح إلى كل الأمم؟ هلق صارت المحطة الوحدي هي عم تحكي كل الأمم. Ευλογήσον Δέσποταν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μουβάρακον αντε ιά Ραμπή αλλημνή χουκούκα. إنما صف القديسين وجد ينبوع الحياة وباب الفردوس، فليتني أنا أيضا أجد الطريق بالتوبة، أنا الخروف الضال، فدعني يا مخلص وخلصني. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك، يا من في القديم من العدم جبلتني، وبصورتك الإلهية أكرمتني، ولما تجاوزت وصيتك أعدتني أيضا إلى الأرض التي منها أخذت. أصعدني إلى المثال للتصور بالجمال القديم أيضا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا، أنا مثال صورة مجدك الذي لا يوصف، وإن كنت حاملا أثار الزلات فترأف على جبلتك أيها السيد، ونقيني بتحنن، وامنحني الوطن المحبوب، واجعلني مستوطنا الفردوس أيضا. أنت يا رب علمني حقوقا، أيها الشهداء القديسون الذين جاءت بحمل الله وغضبتهم الخراف وإلى الحياة الخالدة انتقلوا، اطلبوا إليه دائما أن يمنحنا غفران المسلات. سيدنا جورج، عبدك ورتبه في الفرق.
الفردوس حيث مساف القديسين والصديقون مثل الكواكب يتلالؤون فهناك أرح يا رب عبدك الرافد مريدا عن جميع الزلاتين. كن أنت يا رب علمني حقوقك يا جميع الذين قد سلكتم في هذه الحياة الطريقة الضيقة المحزنة وحملتم الصليب كالنير وتبعتموني بإيمان هلموا تمتعوا بما أعددت لكم من الجوائز والأكاليل السماوية والروح الإلهي أبدي لك بإيمان ومن الآن الأبدية تخطفنا خلانا وكل وان وإلى دار الدهر آمين. افرحي أياتها الطاهرة يا من ولدت الإله بالجسد لخلاص الكل التي بها جنس البشر قد وجد الخلاص فعندنا نجد الفردوس بك وعليك سلكنا النصيحة المباركة هللويا هللويا مجدك يا الله هللويا أبينا هذا الراقي ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم وأيضا نطلب من أجل ذكر المغبوط والراحة الأبدية لأبينا المثلث الرحمات البطريرك إغناطيوس هذا الراقد ومن أجل غفران جميع خطاياه الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Ιγνατίου Πατριάρχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Και δεηθών. Ότις η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμένου δούλου σου, Ιγνατίου Πατριάρχου Χριστέω Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου Πνεύματι νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Και
patriarchů i národů, odkryš kareň bíjej, kde ti dobré pojmena vzít, páč umeat i ten, pav vzít, kde štým ti ten, kde tě neštějte, kde míle vidíte bere, ta níje to bere, ene děte, kde děte bere. أيها المسيح إلهنا والكانوس المجد أبيك الذي لا بد له روحك الكلي قدس الصالح والصانع الحياة لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين Μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κινημένου δούλου του Θεού Ιγνατίου Πατριάρχου και Πατρός ημών γενωμένου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέγη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لنفس عبدك أبينا المثلث الرحمة البطريرك إغناطوس الرابع الذي كان شريكا في الخدمة هذا الراقد
على اسمك أيها المسيح إلهنا، ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدء له، وروحك الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. غير مائت يا من صنعت الإنسان وجبلته، فنحن البشر إذن قد خلقنا من الأرض وإلى الأرض سنذهب، كما أمرت يا جابر وقلت لي إنك أرض أنت وإلى الأرض تعود، حيث نذهب نحن البشر جميعا صانعين مراثي التجنيس بتسبيحة هللويا. إن الإله الذي لا تستطيع البشر أن تعينه ولا تسر طغمات الملائكة أن تنظر إليه، بك أيتها النقية قد شوهد في البشر كلمة متجسدا، فلذلك نعظم مع الأجناد السماوية وإياك نغضب. أيضا وأيضا بالسلام إلى الرب نطلب. أيضا نطلب من أجل الذكر المغبوط والراحة الأبدية لأبينا المثلث الرحمات البطريرك إغناطيوس هذا الراقد، ومن أجل غفران جميع خطاياه الطوعية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. في البطريرك الرحمة البطريرك إغناطيوس الرابع الذي كان شريكا في المهمة، هذا عاقد على اسمك أيها المسيح إلهنا، ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدء له، روحك الكلي قدسه الصالح والصانع الآن وفي الأوان وإلى دهر الداهرين. فسحا جديدا مقدسا
كما يباد الدخان يبدون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرات وخاطبنا صيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم اضربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح مليكك بارزا من القبر كختان تهلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملات الطين لما انتصبن في درجة عميقة يا
بطرس خمان مغلوط السبيل الذي تسير فيه اليوم فإنه تهيأ لك مكان الارتياح إليك يا ربي يصرخ إلهي الحكمة وصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكيا لنصغم يا إخوة لا أريد أن تجهلوا ما يختص بالراقدين لئلا تحزنوا كما يحزن باقي الناس الذين لا رجاء لهم فإنا إن كنا نؤمن أن يسوع المسيح مات ثم قام فكذلك سيحضر الله الراقدين بيسوع معهم ونقول لكم هذا بكلمة الرب إنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند الهتاف عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله سينزل من السماء ويقوم الأموات في المسيح أولا ثم نحن الأحياء الباقين نختطف جميعا معهم في السحب لملاقاة المسيح في الهواء ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νύνεστη, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται.
περγάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ου δύναμαι εγώ ποιήν απ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία εστί. Ότι ου ζητώ το θέλημα το εμώ. Αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρό. استقم مع ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. قال الرب للذين أتوا إليه من اليهود: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنها تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يجري الحكم لأنه ابن البشر. لا تعجب من هذا، أنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته، فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة حياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة دينونة. أنا لا أقدر أن أعمل من نفسي شيئا، كما أسمع وأحكم وحكم عادل، لأني لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεον σου, δεόμεσα σου υπάκουσον και ελέησον. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. أيضا نطلب من أجل الذكر المغبوط والراحة الأبدية لأبينا المثلث الرحمات البطريرك إغناطيوس هذا الراقد، ومن أجل غفران جميع خطاياه الطوية والكرهية،
لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت. ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ούκ έστι προσωπολειψία παρά σύ, Κύριε. Πάση γάρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διός εικετεύουμεν, Κύριο Θεός ημών, των δούλων σου Ιγνάτιον Πατριάρχην, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περιφή της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της Ι δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον και το πνεύμα αυτού μετά πάντων των απαιώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισον. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة نفس عبدك أبينا المثلث الرحمة البطريرك أغناطيوس الرابع الذي كان شريكنا في الخدمة هذا الراقد على اسمك يا المسيح إلهنا ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا أبد له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من له السلطان على الأحياء والأموات وقام من بين الأموات لأجل خلاصنا، بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والدائمة البتولية مريم والقديسين المشرفين الرسل كل مديحهم وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله وصديقك لعازر الرباعي الأيام وسائر قديسيك، أن ترتب نفس عبدك أبينا المثلث الرحمة البطريرك إغناطوس الرابع الذي كان شريكا في الخدمة والمنتقل عنا في مساكن القديسين، وأرحه في أحضان إبراهيم وأحصه مع الصديقين والأبرار. أما نحن فارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. فليكن ذكره أبدا. فليكن ذكره أبدا. فليكن ذكره أبدا. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. فيما كانت كنيسة الأرض تأخذ منك شهدا كثيرا استدعاك ربك إلى عرس الحمل وإلى كنيسة الأبرار لتذوق بهاءهم وفرحا عندهم يدوم إلى أبد الآباد. تخاطبنا من فوق لتقول لنا إننا إن لم ننشد إلى الصالحات الباقيات نكون رمينا أنفسنا في العدم. كان انتقالك تربية لنا
لنعاشر السماويين على شيئا من غبطتهم ينزل علينا. تريدنا أن نسر على الكلمة التي استودعناها لئلا يغرينا التفه، وإذا نظرنا إليك نعرف أنك ترفع عيوننا إلى ربك. قد يكون صعبا التمرن على الفراق، ولكنك روضتنا على أن الذين هم للمسيح ليس بينهم هو. أنت سبقتنا إلى الملكوت الآتي لتتربع مع القديسين ونتوق إليك وإليهم، فنخلد بسكن الروح القدس فينا. بعد أن تسلحت به تدعونا إلى أن نشتهي وجه الآب وحده، ولكونك ماثلا أمامه تتقوى مرافقتنا إياك، ونصبح بصوتك في موئل الطاهرين. كنت تعود في معاشرتهم دائما إلى بساطة المسيح التي تلغي كل فارق بين الأذكياء. ما الذكاء الحقيقي إلا التماع العقل الإلهي فينا. لم تغرك المنظورات ومعقولاتها، لأن الذكر الإلهي اقترب من سكناك، غير أنك من تراب مثلنا وكنت تعرف ذلك، لكنك كنت تؤمن أيضا أننا مدعوون إلى تجاوز التراب لنتسربل النور، حسب قول الكتاب العزيز: يا جميع الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح لبستم. ليس سهلا على أحد أن يسكن كيانه كله في النور الإلهي، مع ذلك كنت تعرف أن عقول البشر، وأنت إليها في ثقافتك، ليست بشيء عند نزول الكلمة الإلهية. هذا على صعيد الفكر، غير أنك فهمت أنه كتب لك أن تتخطى العقل كله بانسكاب كلمة الله عليك، لتكون فوق كل الكلمات. وهذا لا يحصل إلا لمن تسربل فكر المسيح. أقول كل هذا مستفيضاً لأنك تفلسفت كثيراً قبل أن تنطق بالإلهيات، ففي التربية التي تلقيت والمعقولات التي نشأت عليها والمعقولات التي نشأت عليها بدأت من البشرة، بحيث إنها كانت هي معراجك إلى الإلهيات. والكنيسة الأنطاكية بنوع فريد كانت في عصور جمالها تركز نفسها دائما على الجهد البشري في نسكها وسعيها في الكلام عن الله الذي لا يسوغ النطق به إلا بعد رياضات الحب. الكلام عن الحب الإلهي
الذي هو وحده موضوع اللاهوت لا يأتيك إلا إذا اقتحمك الحب كيانياً، فتفهم عندئذ العلاقة بين الطاعة لله والكلام عن الله، غير أن اللافت فيك أنك لم تفصل بين الذوق الإلهي في داخلك وبين التكلم بالشأن الإلهي في معاناة العقل البشري التي نشأت عليها. ولكن العقل إذا استقل، يعني أنه لم يتغذى بالوحي وأنه بقي لصيق الجسد والدنيا، وكلنا يعلم أن لباسك الثقافي الأول كان الفلسفة، ومتابعوك يعلمون أن هذا العالم والفلسفة منه لا يكفي، وأننا لا نستطيع أن نحيا ما لم يكن اللاهوت لباساً لنا. هذا ما كتب عليك أو ما كتب فيك، حتى بدا للجميع أنك رجل القلب أيضاً، والقلب كان مصدر الصداقة فيك، وأحببت بعضاً من بشر بقوة المشاعر العظيمة التي جللتك، وهذا لم يكن فقط من بشرتك ولكن من كيانك المتمسح عمقه، فاستدخلت أصدقائك قلبك وكنت تحبهم ببساطة. لعل هذه هي الفضيلة التي سيطرت عليك وبها أطللت على الأطفال وخفت على الشيوخ. حسبنا ببركات هذه الإطلالات أنك ستبقى بين شيوخنا طويلاً، غير أن الرب يستأثر بمن أحبهم كثيراً. قل للمخلص إننا بتنا لا نتكل إلا على إشفاقه على كنيسته. متى تصبح هذه الكنيسة برأفاته العروس المشتهى؟ سلم على الذين يحبون أن نلتحق بهم. إن الإله المبارك ينصت إلى نجواك الضامة إلينا إلى رحمته. آمين. كلمة قداسة السيد بارثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكوني. Μακαριότατοι και τιμιότατοι αδελφοί προκαθήμενοι και αγαπητοί εκπρόσωποι των Αγίων Κατατόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε του Λιβάνου, σεβασμιότατε τοποτηρητά του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας της Αντιοχίας, Μητροπολίτα Βόστρων Κύριε Σάβα, ιερότατοι αδελφοί αρχιερείς, μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αντιοχίας, εξοχότατοι Κύριοι Πρέσβεις, πατέρες, αδελφοί και τέκνα Ιγυρίο, μνήμη δικαίων μετεγκομείων, ευλογία Κυρίου επικεφαλήν δικαίου, λυπούμενοι ουχή όσοι λυποί ημί έχοντες ελπίδα, αλλά με τα συνοχής καρδίας τελούμεν σήμερον πανδημή την εξόδιον ακολουθίαν του μακαριστού αδελφού και συλλειτουργού ημών, ημετέρου δε πνευματικού πατρός γενομένου Πατριάρχου Αντιοχίας Κυρού Ιγνατίου, συμμετέχοντες εν μια καρδία, άπας ο κλήρος και ο λαός, επιλέγοντες
μετά του παροιμιαστού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. إخوتي أصحاب الغبطة ورؤساء الأساقفة وممثلي الكنائس الأرثوذكسية المستقلة في العالم المحبوبين بالرب، فخامة رئيس الجمهورية، دولة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة، سيادة المطران ساب القائم مقام البطريركي على عرش كنيسة أنطاكيا، إخوتي رؤساء الكهنة أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس، الآباء والإخوة وأبناءنا في الرب. ذكر الصديق للبركة. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. بحزن ولكن ليس كالذين لا رجاء لهم، بل بقلب أليم نشترك معا اليوم في خدمة جنازي أخينا المحبوب ومشاركنا في الخدمة أبيكم الروحية المبارك الذكر المثلث الرحمات بطريرك أنطاكيا إغناطيوس، مشتركين بجسد واحد وقلب واحد مع كل الإكليروس والعلمانيين، ومؤكدين قول سفر الأمثال: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. وإن خدمة الجناز هذه تحمل أيضاً علامات الصليب والقيامة في أوان الوداع الأخير والقبلة الأخوية للبطريرك الراحل، فتغمرنا مشاعر الحزن الإنساني المبرر فيما نمتلئ في الوقت عينه بالفرح. يحزننا أننا نفقد أخاً حبيباً جعلنا يتامى بوفاته، هو الذي لعقود قاضى بطريركيته القديمة وقد ترك بوفاته فراغاً لا يعوض، خصوصاً في هذا الزمن العصيب الذي يمر على شعب سوريا وأرض سوريا وعلى هذا القطيع الأرثوذكسي العزيز. إن شخصية البطريرك إغناطيوس ومحبته الأصيلة لأبناء رعيته تلهم كل واحد منا على المستويين الروحي والأخلاقي، ذلك لأننا كلنا رأينا فيه تجسيداً للفضيلة وفي الوقت عينه الجرأة للأرثوذكسية وشجاعتها، مظهراً أن الحياة التي لا توصف في المسيح ليست أمراً صعب المنال، وما هي مشورة تبطل أو كلمة لا تقوم، إنما هي واقع محسوس. ولهذا كانت لأخينا الكلي القداسة مكانة أولى في قلوب إخوته والشعب ضمن نطاق كنيسته فيما بين الأرثوذكسيين وغير الأرثوذكسيين، وعند أبناء الطوائف والديانات الأخرى أيضاً، وكلهم أبناء الله الكلي القدرة الذي خلق كل الشعوب وكون كل الأشياء. في الوقت نفسه نختبر في هذه اللحظة شعوراً عميقاً بالفرح، لأن كنيسة أنطاكيا المقدسة وشعبها المؤمن قد ربح سفيراً آخر وشفيعاً في السماء أمام عرش الرب، لأن مختار الله لم يتعب باطلاً. إن أخينا الغالي وشريكنا في الخدمة قد انتقل إلى السماء لكي يكمل الاحتفال الذي لا ينقطع بالسر الإلهي الذي طالما أحبه هنا على الأرض واشترك في ممارسته بوعي كبير بقدر ما كان يتيحه له وضعه الصحي. أما الآن فإن جسده الضعيف لن يعيقه بعد عن إتمام الاحتفال الإلهي الأبدي، فإذ قد تحرر من ثقل المادية والفساد، ها هو يشترك في السر مع الرب نفسه في المدينة الباقية حيث الهيكل هو الله
الرب الكلي القدرة والخروف، وهو الآن في أورشليم السماوية بين الملائكة الذين لا عدد لهم، واقفاً أمام الملك العظيم ممتلئاً من النور السماوي، كما قال سلفنا على الكرسي القسطنطيني القديس غريغوريوس اللاهوتي في شقيقه سيزاريوس: لقد كرس البطريرك الراحل ذاته للحياة الليتورجية وللاحتفال بسر الشكر، رغم الصعوبات التي كانت تطرحها أمامه مسؤولياته البطريركية، وكان هذا التكريس ميزة من ميزات حياته رافقته حتى النهاية. فكانت الليتورجيا حق عالمه، وكانت تجتذب كل إنسان، وعلى كنيسة أنطاكيا اليوم أن تفتخر بأن إنساناً بهذا المقام الروحي الرفيع كان يرعى قطيعه. كان فخراً وفرحاً لرئاسة الكهنوت، وكانت شهرته وخدمته معروفتين في الأرثوذكسية جمعاء، وكانت بركةً حقةً من الله لهذا الجسد المضطرب الذي خدمه البطريرك الراحل بنكران ذاتي تام وتفان كبير، متمسكاً على الدوام باحترام مطلق لنظام كنيستنا الأرثوذكسية المجمعي. كان هادئاً ودائم السهر، حاملاً الرجاء في نعمة الله ورحمته. بهذا الرجاء واجه البطريرك إغناطيوس التقدم في السن بروح الكرامة المسيحية، مسلماً نفسه للمسيح الذي أحبه منذ الطفولة وخدمه بصورة إخوته كإنسان وكراع للكنيسة. لقد خدم البطريرك الأنطاكي الراحل ورعى كنيسة أنطاكيا المقدسة في حقبة متطلبة جداً، ومع هذا واجه باستحقاق كل الأزمنة وكل التحديات، مقدماً شهادة عظيمة والتواضع والمحبة والتضحية والشرف والعدالة. واجه كل المشاكل التي اعترضته، خصوصاً في سنوات حياته الأخيرة في الكنيسة وفيما بين شعبه المحبوب في لبنان وسوريا، بروح إنجيلية وتمايز أخلاقي رفيع، خبر عذاب شعبه وكأنه عذابه هو، وصار تعزية حقا، وقف في وجه الظروف، حافظ على تماسك كنيسته طاهرة أمام شعبه وأمام كل عضو من أعضاء الجماعة الدولية من ذوي النيات الحسنة. وقد عبر البطريرك الراحل تعبيراً أصيلاً عن الحقيقة، حقيقة ربنا وإلهنا يسوع المسيح، وذلك حين أظهر أن الكنيسة لا تحدها الحدود الإثنية، ولكنها تضم كل الشعوب وكل عمل جاد يؤول إلى سيادة السلام والعدل والمحبة والتضامن بين الشعوب، تكون فيه الكنيسة مصدراً حقيقياً لتعزية الناس. فالكنيسة هي التي لا تلهمنا في أحزاننا ولا تخيب رجاءنا وآمالنا، وذلك لأن رأسنا هو الرب نفسه الذي أحبه البطريرك واتحد به دوماً بالصلاة، معلناً بجرأة وفي كل مكان رأيه أمام الرأي العام الكوني، وهو أن الرجل الفقير الذي يظلم فقراء، مظهراً بهذا حقيقة الكنيسة، تعب لأجل شعبه، عاش حياة المؤمن البسيطة بزهد ونسك تام، مجاهداً بكامل قوته وعلى نحو عملي لكي يعزي ويحمي ويحل مشاكل الاستمرارية التي تواجه شعبه.
كل من تشرف منا بمعرفة البطريرك الراحل إغناطيوس شخصياً انذهل بتواضعه وشجاعته وبساطته الكبيرة وحبه للصوم ولبلاغته في الصمت وفي الصلاة وفي رسائله الصاعقة حيث تدعو الحاجة. كان وديعاً متواضعاً محباً للسلام، فصار نموذجاً حياتياً لكل شعبه. وهكذا أتم الرب فيه وعده الصادق، فنظر إلى المتواضع الذي يخاف كلماته وأغدق عليه عطاياه الكثيرة، وجعله ينبوعاً للتعزية الروحية وللتقديس ولفائدة كنيسته. ويصح هنا ما قاله سلفنا على عرش البطريركية القسطنطينية يوحنا الذهبي الفم، متوجهاً إلى القديس ملاتيوس بطريرك الإسكندرية: استطاع ليس فقط بتعاليمه وبكلماته، ولكن أيضاً بمرآه أن ينقل كل فضيلة إلى نفوس الذين كانوا ينظرون إليه. وإن كنيسة القسطنطينية شقيقة كنيسة أنطاكية تشارك معها في الحزن على فقدان رجل ملهم حقا وقائد بارز، الذي يلهج فمه بالصدق وشفتاه تكرهان الكذبة، والذي لسنوات عدة قاد قطيعه إلى مراعي الخلاص على طريق ربنا ومشيئته الإلهية. ولذا نقدم تعزيتنا القلبية لكل أعضاء المجمع المقدس ولشعب كنيسة أنطاكيا المقدسة في سوريا ولبنان. وإنه لواجب شخصي علينا في هذا الوقت بالذات، وقت وداع أخينا المكرم الأخير والذي سنقدمه بعد قليل، أن نوحد صلاتنا الحارة طالبين شفاعته المرضية أمام الله لأجل سلام شعب كنيسته ولأجل هذه المنطقة الحساسة في الشرق الأوسط. وإننا نقدم صلاتنا الحارة وطلبنا إلى الله أن ينير قادتنا وسلطاتنا في هذا العالم لكي يعملوا على حل المشاكل في هذه المنطقة وفي غيرها بروح العدل والاحترام لتاريخ شعوبها وقومياتها، وذلك دوماً بمحبة الإله الواحد وبالمعرفة التي بها ينجو الصديقون وببركة المستقيمين التي تعلو بها المدينة وبفم الأشرار تهدم الأشرار هتاف. وإنه لواجب علينا أن نعمل للحفاظ على المجتمع الكوني ولحماية الحياة الإنسانية أولاً، والحياة الروحية والمراكز التاريخية والنصب الوطنية والدينية في كل المنطقة من هذا العالم التي وطئتها قدماء المخلص المخلصتان، حيث أرض الأحياء سكنت فيما بيننا. هنا أيضاً قامت كنائس قديمة رائعة وأديار وأماكن عبادة مقدسة على مر القرون على يد شعب تقي، وكعلامة على الإيمان والمحبة تجاه إله الكل، بحزن عميق تبلغنا من خلال وسائل الإعلام أخبار هدمها في هذه الأيام التي فيها يتحدث الجميع عن احترام حقوق الإنسان وكل ما تم بناؤه بتعب القديسين الكبار اللامتناهي، وعلى يد حكام هذا الشعب الأتقياء وآبائه المؤمنين. إننا واعون للحزن الذي سببه هذا الأمر للبطريرك الراحل إغناطيوس. ذكر الباري بركة. أما لك يا أخي المبارك بطريرك أنطاكيا فالشهادة تكفي، وها أنت اليوم تعاين النور حقا، نور الرب القدير
والقوي والذي له كل سلطان على الحياة والموت. نصلي لكي يتقبل إلهنا الصالح والمحب شفاعته وشفاعتنا في هذا الوقت، وقت مثوله أمام عرش الإله، وليوقف الله كل دمار، وليمنح أوان سلام حافظاً حياة الناس وسلامهم بلا تفرقة في الدين أو المعتقد أو الإثنية أو العرق. ونضم صلاتنا بحرارة إلى صلاة البطريرك الراقد لكي يحفظ الله هذا الشعب من كل شر منظور وغير منظور، هذا الشعب الذي يودع اليوم بحزن عميق وقلب منكسر، منتظرا بالرجاء أن يلاقيه في ملكوته الأبدي في أورشليم السماوية. ومن عمق قلبنا نصلي أيضا لكي يبقى روح هذا الشعب مرتفعا وغير مستعبد كما كان في تاريخه وتقليده وفي خبرته في الشهادة لأجل الحرية. ونصلي خاصة لكي ينير الله كل أعضاء الإكليروس المحبوب في كنيسته، لكي يعلن خلفا مستحقا للبطريرك الراحل، خلفا يسير على خطاه ويلتصق بالإرث، ويبقى ذكر هذا الرجل المبارك حياً. وإننا نعبر عن رجائنا في أن يقتدي قادة كنيسة أنطاكيا المقدسة بمثال بطريركهم الراحل المضيء، لأن ذكر الرجل الصالح وقصة حياته المباركة تشبه المرآة الروحية التي على حد قول أبينا العظيم القديس يوحنا الذهبي الفم. فليعطي إلهنا الكلي الرحمة أخانا المستريح وشريكنا في خدمة الرب الثواب المحفوظ للصالحين والحكماء، وليمنح نعمته لأن فيه نبع الحياة وبنوره نعاين النور. ولتبقى ذكرى البطريرك الراحل أمام الله العادل. وإننا لنطلب من كل قلبنا من أخينا المحبوب صاحب الذكرى أن يصلي بلا انقطاع لكي يفلت أبناء هذه الكنيسة المقدسة فيما تعلموه وفيما أوكلوا به، ولكي نستحق جميعنا الرحمة الإلهية والتقديس في يسوع المسيح ربنا الذي له المجد والقدرة والحكمة والحياة والقيامة إلى دهر الدهور. آمين. كلمة صاحب الغبطة رئيس أساقفة قبرص خريزوستوموس. Η Εκκλησία της Κύπρου, η ιεραρχία της, ο κλήρος και ο λαός Δίε μου απευθύνει σήμερα τα θερμά συλληπιτήριά της προς την αδελφήν Εκκλησία της Αντιοχίας επί το θανάτο του αημνήστου Πατριάρχου κυρού Ιγνατίου. إن كنيسة قبرص تعبر اليوم عن حزنها العميق والأسى بفقدان صاحب الغبطة البطريرك إغناطيوس الرابع. Χείρας οικέτιδας προς τον Θεόν υψούμε. نرفع يد التضرع إلى الله. Και παρακαλούμεν και δεόμεθα και οικετεύομεν όπως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου τον κατατάξει εις την χώραν των ζώντων εκεί όπου οι δίκαιοι αναπαύονται. ونطلبوا ونتضرع ونتوسل إلى الرب الإله أن يريح نفسه في إله الأموات والأحياء، أن يريح نفسه في بلدة الأحياء.
ويرتبه مع الصديقين. Έτι δε παρακαλεί τον Κύριον, όπως δια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αντιοχίας αναδείξει άξιον διάδοχον του μακαριστού Πατριάρχου για να συνεχίσει το πολυσχηδές αυτού έργο προς δόξαν Κυρίου και προς παραμυθίαν του παρικούντος Ορθοδόξου λαού της Εκκλησίας της Αντιοχίας. كما نطلب إلى الرب لكي يظهر من خلال المجمع الأنطاكي المقدس الخلف المستحق لكي يرث عرش أنطاكيا من البطريرك الراحل الذي كان كثير الثمار وأن يتابع عمله في بطريركية أنطاكيا من أجل خير الكنيسة ومجد الله ومن أجل أيضاً كل صالح للشعب الأنطاكي. Ιγνατίου του Πατριάρχου, αδερφού και συλλητρού ημών γενωμένου, αιωνία ας είναι η μνήμη αυτού. Ιγνάτιος, الكلي الغطى, المثلث الرحمات, الذي كان شريكنا في الخدمة, ذكره مؤبداً. كلمة رئيس أساقفة تيرانا وكل ألبانيا يلقيها رئيس الأساقفة أناستاسيوس. Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχη κύριε Βαρθολομέ, μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου κύριε Χρυσόστομε, σεβασμιότατε τοποτηρητά του Πατριαρχικού Θρόνου, κύριε Σάβα, εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της του Λιβάνου, προσφυλείς αδελφοί και αδελφές. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Με βαθύτατη θλίψη, αλλά και κάθιση εν Κυρίω, αποχαιρετούμε σήμερα έναν από τους κορυφαίους Ορθοδόξους Ιεράρχας, τον φωτισμένο και δυναμικό Πατριάρχη Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής, κυρών Ιγνάτιον τον Τέταρτο. Όσοι τον γνωρίσαμε, طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب بحزن عميق وفخر كبير بالرب نودع اليوم احد عظماء رؤساء الكهنه الارثوذكسيين بطريرك انطاكيا وسائر المشرق المستنير والكثير الحيوية السيد إغناطيوس الرابع. Όσοι τον γνωρίσαμε θα θυμόμαστε το κριτικό πνεύμα του, την διορατική του σοφία, τις διοικητικές του ικανότητες και την ακτινοβολία της παρουσίας του. Έζησε και επίμανε την Εκκλησία της Αντιοχίας μέσα στην καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου σε περίοδο φοβερών αναταράξεων που κορυφώνονται στις μέρες μας. Με εκπληκτική σύνεση, ήρεμη αποφασιστικότητα και αγιοπνευματική πνοή, με εμπνευσμένες πρωτοβουλίες και ιστορικά επιτεύγματα, οδήγησε το Πατριαρχείο της Αντιοχίας σε νέα άνθηση. Διακόνησε την Εκκλησία με ακρόνητη πίστη στο ρυθμό των μακαρισμών, με ανεπιτίδευτη απλότητα, γενναιόδορη αγάπη, καθαρότητα καρδιάς, δίψα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. كان من عرفه منا يتذكره بروحه النقديه وحكمته المميزه وامكاناته الاداريه واشعاع حضوره. عاش ورعى كنيسه انطاكيا في قلب العالم الاسلامي في فتره اضطرابات تبلغ ذروتها في ايامنا الحاضره. وذلك برجاحة عقل مذهلة ونفس ملهمة من الروح القدس وقوة تصميم هادئة بمبادرته الملهمة وإنجازاته التاريخية كما جامعة البلمنت
نقل بطريركية أنطاكيا إلى انتعاش جديد، خدم الكنيسة بإيمان لا يتزعزع، ملهماً من تطويبات السيد في الإنجيل، وذلك ببساطة عفوية وبمحبة جريئة ونقاوة قلب وعطش للحقيقة والعدل. ولكن لم يكن اهتمامه محدداً بالشعب المختار من الأنطاكيين، لكن عنايته توسعت لتمتد بشكل عام إلى الشهادة الأرثوذكسية في كل المسكونة، وإظهار للوجه المسيحي الحقيقي في الحوار بين الحضارات والأديان، وفي توطيد السلام العالمي، ثابتاً في الإيمان العميق بالتقليد الأرثوذكسي. كان بمقدوره أن ينفتح بلا خوف على العالم المعاصر، وأن يفهمه، وأن يجاهد إلى تجليه بقوة الصليب المنبعث من القيامة. الموت لمن عاشوا باستقامة هو انتقال إلى الأحسن، وعبور إلى الأفضل، وطريق إلى الأكاليل. هكذا يذكرنا بشكل مستمر أبو أنطاكيا العظيم في الكنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم، وهذا بالطبع ينطبق على أخينا بالرب المثلث الرحمات البطريرك إغناطيوس. سيبقى في التاريخ، ليس فقط في تاريخ بطريركية كنيسة أنطاكيا، لكن بشكل عام في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، مثالاً للقائد الروحي الذي سيلهم ويشير إلى الطريق كل الذين يحاولون أن يعيشوا بدقة وبقوة التقليد الأرثوذكسي في العالم المعاصر، الذي يتوق إلى المحبة الأصيلة والجمال الروحي والإبداع الذي لا ينضب. فليكن ذكره مؤبداً. رسالة قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل الروسية، يلقيها متروبوليت دوفولوكولامسك إيلاريون. Ваше высокопреосвященство, возлюбленные о Господе собратья архипастыря, члены Священного Синода Антиохийской Православной Церкви. Сегодня мы провожаем в путь всея земли блаженнейшего патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV. Вся земные концы совоздыхают и плачут о его кончине. Искренней скорбью исполнены сердца архиереев, клириков и верных чад не только Антиохийской, но и других православных церквей, в которых хорошо знали и любили почившего предстоятеля как одного из самых ярких деятелей современного христианского мира. أصحاب السيادة المحبوبون بالرب المطارنة أعضاء المجمع الأرثوذكسي الأنطاكي المقدس، اليوم نتقدم بالتكريم إلى الأكبر سنا ومكانة في العالم الأرثوذكسي، غبطة البطريرك أغناطيوس الرابع بطريرك أنطاكيا العظمى وسائر المشرق. حزن عميق وصادق اعتمر قلوب رؤساء الكنائس والإكليروس والمؤمنين في كنيسة أنطاكيا والكنائس الأرثوذكسية الأخرى، وهم الذين عرفوا غبطته وعايشوه، وهو الذي كان القائد الأكثر شهرة في العالم المسيحي المعاصر. حاز غبطته رتبة مهمة في أوساط كنسية واسعة، نظراً إلى عمق لاهوته وفكره وإلى عمله المتفانى في نشر إنجيل المسيح، حيث ممارس غبطة البطريرك أغناطيوس رسالته وخدمته الكهنوتية إن في أسقفية بالميرا التاريخية أو في أبراشية اللاذقية أو في عرش الرسولين بطرس وبولس، تحلى بغيرة مثالية على الكرمة التي تمنها عليها الرب يسوع. كنيسة أنطاكيا الأرثوذكسية التي قادها هي منذ زمن بعيد أكبر كنيسة مسيحية في الشرق، وهي ما تزال عرين الأرثوذكسية في المنطقة. من هنا تعرف أنطاكيا مدينة الله العظمى بعين الشرق وبوابته. بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط القرن 20، كان زمن الاضطراب السياسي والاجتماعي
ما بدل الصورة الإثنية والإيمانية في المنطقة. التغير الاجتماعي أصاب أيضاً الجماعات الدينية ومن ضمنها الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكيا، وكان هذا على كنيسة أنطاكيا أن تعطي جواباً واضحاً على تحديات المرحلة، ومنحها الرب في هذه المحنة رئيساً على شاكلة غبطة البطريرك أغناطوس. دافع غبطته عن مبادئ التعايش السلمي بين ممثلي الديانات المختلفة والثقافات المتنوعة، وأسهم بشكل كبير في دعم قضية السلام في الشرق الأوسط في حين وقعت الأرض المقدسة في دوامة من العنف حددت تطور الحضارة الإنسانية. من أهم إنجازات غبطة البطريرك أغناطيوس كان تأسيس جامعة علمية في دار سيدة البلمند البطريركي، وغدت هذه الجامعة صرحاً علمياً مميزاً في الشرق الأوسط. لم يكن عبثاً اهتمام صاحب الغبطة بالتعليم الديني والروحية للشبيبة في مطلع خدمته الكنسية، أدى دوراً فعالاً في حركة الشبيبة الأرثوذكسية التي تطورت في لبنان وسوريا، والتي منحت الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكيا مصادر وحي جديدة. في رئاسة غبطة البطريرك أغناطيوس شُئدت أديرة وكنائس جديدة عدة في لبنان وسوريا، أُعيدت إلى الحياة رهبانيات قديمة، وانتشر التعليم الديني على نطاق واسع. اعتنى غبطة البطريرك بتطوير الرسالة المسيحية في مناطق الانتشار الأرثوذكسية. ملايين الأرثوذكس العرب الذين يعيشون في أوروبا الغربية، أمريكا وأستراليا وجدوا ملجأ في رعاية الكنيسة الأنطاكية، وشكلت هذه الرعاية مراكز روحية تجتذب آلاف ممثلي الطوائف الأخرى. الكنيسة الأنطاكية أدت دورا مهما في حياة الأرثوذكسية العالمية، مزيجة الإيمان إلى التقليد الروحي والقدرة على الشهادة للمسيح بلغة يفهمها شعبنا اليوم. واكتسبت الكنيسة خبرة كبيرة في التواصل الأخوي والتعاون مع الكنائس الأرثوذكسية المحلية. لا أستطيع إلا التعبير عن العلاقات الخاصة بين كنيسة أنطاكيا وبطريركية موسكو. كانت علاقاتنا منذ زمن بعيد وثيقة، وتقوت أكثر في عهد غبطة البطريرك أغناطيوس، وهو الذي حل ضيفاً على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مناسبات عدة. عرفه المؤمنون في كنيستنا جيدة وأحبوه بإخلاص، وثمنوا عالياً عمله في خدمة السلام ومساهمته في تدعيم الوحدة الأرثوذكسية. فيما يتعلق بي، فقد عرفت غبطته شخصياً منذ سنوات عديدة وبحرارة خاصة. أتذكر لقاءاتنا مؤخراً في لبنان وسوريا وضيافته ومحبته الأخوية، وأعرف جيداً عمق ألمه من جراء الأحداث الأليمة التي يشهدها الشرق الأوسط، وكم حزن على الضحايا البريئة التي سقطت، وكم صلى بإيمان لاستعادة السلام والمحبة الأخوية، وآمن بأن الله الرحيم سيستجيب لصلوات خادمه الأمين. لتبتهج روح غبطة البطريرك أغناطيوس بالرب يسوع المسيح، يمنحه الرب راحة أبدية ويسكنه في مساكن النور الإلهي بمحبة المسيح كيريل بطريرك موسكو وكل الروسية. كلمة قداسة البابا بنديكتوس 16 يلقيها نيافة الكاردينال بول بوبار. Je viens d'apprendre avec tristesse que le Seigneur a rappelé à lui sa béatitude Ignace IV Azim, patriarche gréco-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Je vous adresse ainsi qu'au Saint-Synode et à l'ensemble des membres de l'Église mes plus sincères condoléances, et je vous assure de mon union dans la prière avec tous ceux qui pleurent leur père et pasteur. Au cours de sa longue vie au service de l'Évangile, le défunt patriarche a offert un témoignage lumineux de foi et de charité, en œuvrant avec dévouement pour l'élévation spirituelle du troupeau qui lui avait été confié et pour la grande cause de la réconciliation et de la paix entre les hommes. Je rends grâce au Seigneur pour la contribution positive et efficace que le patriarche Ignace a apportée au processus de rapprochement entre nos deux Églises, que son souvenir nous invite également à poursuivre le chemin du dialogue et de la recherche de la pleine communion en Christ. Je vous assure de ma prière
pour les fidèles affligés de votre Église et pour la paix dans la région. Et en vous redisant toute ma sympathie, je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères salutations en Christ du Vatican le 6 décembre 2012, Benoît XVI, pape. فخامة رئيس الجمهورية يمنح غبطة المثلث الرحمة وساما. أيها الفقيد العظيم، اليوم لبنان الرسالة يودعك بألم ورجاء. الألم لأن منابع الإيمان فيه ستفتقد أدعيتك وحكمتك ومحبتك الغالية، والرجاء لأن من آخر ما قلته: إذا تزعزع الشرق من أقاصيه إلى أقاصيه فلبنان لن يتزعزع. أيها الفقيد العظيم الغالي، تقديراً لعطاءاتك الكبرى من أجل لبنان ورسالته الإنسانية والحضارية في الشرق والغرب، كنت منحتك وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر يوم كنت بيننا أخيراً، وأضعه اليوم على نعشك في يوم وداعك، وستبقى ذكراك راسخة في القلوب والعقول على الدوام. احتراماً لوقار المناسبة وحفاظاً على الترتيب، نرجو من جميع الحاضرين البقاء في أماكنهم حتى ما بعد خروج موكب الجثمان ورؤساء الوفود. يقدم التعازي داخل الكنيسة فخامة الرئيس ودولة الرئيس وممثلو رؤساء الدول ورؤساء الوفود الدينية المشاركة فقط، أما الرسميون وأعضاء الوفود الرسمية فيقدمون تعازيهم في صالون الكنيسة. إذا بتسمحوا نبقى محلنا.
مهمتنا اللي بدنا نقوم فيها على الأرض هي على الأرض. الرب يسوع تجسد، ترك السماء ونزل على الأرض حتى يعمل الخلاص على هذه الأرض، يعني عند أولادنا وقرايبينا، وهلّي منشوفهن وهلّي منحبهن وهلّي ما منحبهن وإلى آخره. هون العمل، هون العمل، لأنه إذا ما نعمل هون شو بيكون؟